السلام عليكم وعلينا السلام، السلام إليكم وإلينا السلام، السلام باسم رب السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي قال في محكم تنزيله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الحاضرون في هذا المقام المبارك، أريد أن أبلغ إليكم كلمة بسيطة مهمة تحت الموضوع الحث على الصبر وما يقال عند المصيبة. أيها الحاضرون، الصبر على المصيبة واحتساب الأجر في ذلك دليل على قوة الإيمان، وهو سبب لنيل رحمة الله والعافية الحسنة، حيث قال تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبر عند المصيبة، وعلم أمته ما يقال في ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. هذا ما أريد أن أبلغ إليكم، بارك الله فيكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الأب كاسك بارك فيك. أرجو أن يكون الآخرون يسمعون. سيد، نعم، بارك فيك. اليسرى تي في، menuntun umat dengan ilmu.